على مشارف الشتاء، الفصل يترافق مع فيروسات موسمية إلى جانب الكوليرا الذي ضرب لبنان في الآونة الأخيرة. يوم الشخص المصاب بمرض الكوليرا في يحمل المرض لفترة 15 نهار، وفي يعدي اللي حواليه بلا ما تظهر عليه العوارض، كما أنه خلال 5 أيام فيها تظهر عليه العوارض، ودغري منبشر نعمل عزل ومنجرب نعقم المناطق اللي هو موجود فيها لنمنع تفشي هذا المرض. اليوم معنا طعومات متوفرة بالعالم لمرض الكوليرا، مما بيجبرنا نجرب قد ما فينا نعمل عزل للمناطق اللي بيكون فيها أو البؤر الموجود فيها مرض الكوليرا، وأهم شيء نمنع وصولها للمدارس. على صعيد الكورونا، متحورا ألفا ودلتا اللذان تسببا بالوفيات لم يعودا موجودين في العالم. مثل ما عم نشوف المتحور أوميكرون هو السائد بالعالم وعنده عدة أولاد أو متحورات. اليوم عم تجي العوارض بسيطة جدا، يا أما إسهال كتير قوي، يا أما رشح ووجع بالحلق. ما بقى في عنا حالية دخول مستشفى إلا عند الأشخاص الكبار بالعمر فوق 60 سنة مع عدة أمراض. طبعا بعده لازم ينعمل عند الأشخاص اللي عمرهم فوق 60. H1N1 بدأت تظهر في لبنان. حالات الإنفلونزا H1N1 بلشت تتبين بالمدارس عند الأولاد. نحن مترقبين بالأيام والأسابيع اللي جاية أنه تزيد هالحالات كلها وتختلف مع حالات الكورونا. بننصح أنه يتم تلقيح الأولاد والعاملين في المجال الصحي والتربوي كرمال نخفف من مضاعفات الإنفلونزا، ما يصير في عنا حالات دخول مستشفى كثيرة وتغيب عن الجامعات أو المدارس. الوقاية ضرورية في المرحلة هذه منعاً لتفشي أي من هذه الفيروسات.